إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لكل متابعي قناة دواجن أبو علي، حياكم الله إخواني الكرام. حلقة إن شاء الله تعالى ستكون مفيدة كسابقاتها بإذن الله تعالى من الحلقات التي يستفيد منها على وجه الخصوص المبتدئين. فإخواني الكرام، حلقة إن شاء الله تعالى كما ستشاهدون معي حالة الافتراس. أعتذر عن هذا المنظر، يعني هذا ليس بالوقت الكثير، فقط تقريبا ساعة غفلت عنهم، ولما رجعت وجدت هذا الطائر بهذه الحالة، والحمد لله رب العالمين أنني تداركت الموقف. أيضا هناك طائر آخر مصاب بنفس، لكن ليس بهذا تقريبا، لكن بدأوا صيصان يفترسونه، وهذه الصيصان التي بدأ عندها حالة الافتراس. في إخواني الكرام، حالة الافتراس يعني حالة لا أقول طبيعية، لكن حالة يمكن أن يصاب بها الدجاج أو القطيع بصفة عامة، خصوصا إذا لم نحترم بعض الشروط البسيطة، وهي ليس احتراما للشروط، لكن يصاب بها الدجاج أو الطيور خاصة، لأن هناك بعض الأمور التي تسبب هذه الحالة. من بين هذه الأمور التي يصاب بها الدجاج بالافتراس، فأول شيء هو الازدحام أو الاكتظاظ العددي للدجاج، سواء دجاج أو صيصان. يكون المكان مثلا ضيق ويحمل عدد كثير من الدجاج، فحينها يصاب الدجاج أيضا بالافتراس. أيضا يا أخواني الكرام، من بين الأسباب هو ارتفاع درجة الحرارة بالإضافة إلى الاكتظاظ العددي، يعني يكون هناك يعني شبه احتباس حراري داخل المسكن، مسكن الصيصان أو الدجاج. فإذا كان ارتفعت درجة الحرارة، فبطبيعة الحال سيصاب الدجاج بهذه الحالة لا محالة منها. أيضا إخواني الكرام، من بين هذه الأمور هو نقص بعض المكونات الغذائية عند الدجاج. من بين هذه الأمور وهذه المكونات الغذائية نقص في البروتين، نقص في الكالسيوم أيضا. فإخواني الكرام، عند البدء في هذه الحالة هناك يعني عدة أسباب أيضا، لكن أشهرها وأهمها إخواني الكرام هي هذه الحالة. تبدأ بنقر الريش عند للدجاج، للدجاج الآخر يبدأ بنقر الريش، وبعد ذلك إذا رأيت هذه الحالة يبدأ الدجاج في أكل الريش، فأعلم أن عنده نقص، فبعدها سيصاب الدجاج بالافتراس. أنا صراحة لم ألاحظ هذا، لأن كنت أربي في هذا المكان. سأريكم أخواني الكرام المكان الذي كنت أربي فيه هذا الصيصان. كنت أولا ربيتهم في السطح، وبعدها أتيت به من هذا المكان لهذا القفص. كان ازدحام، لكن كنت أضعهم هنا في هذا المكان بشكل يعني مؤقت، وبدأت في تقديم الطعام، خصوصا الحبوب، الذرة والشعير والقمح. لم أعطيهم نباتات طبعا الحال. سأذكر لكم يعني بعض الأمور التي تعالج بها هذه الحالة أو تخفف من هذه الحالة. أيضا بالإضافة إخواني الكرام، لأن هذا البيت إنه دافئ أو حار، وعند ارتفاع درجة الحرارة يكون ساخن، لأن هذه يعني أنا وفرت لهم المكان والأسباب التي ستسبب لهم الافتراس. إن هذا هو المكان الذي ربيتهم فيه. هذه الدجاجات وهذه الصيصان وضعتهم في هذا المكان أيضا مؤقتا، لكن سأتدارك الموقف وأخرجهم من هذا المكان طبعا الحال. يعني الدجاج الذي أصيب عندي بهذه الحالة هو هذه الصيصان فقط. هذه الصيصان لم تصب بهذه الحالة، لأنها كانت تخرج للمرعى، وأيضا عندها في هذا المكان يعني مكان شاسع بالنسبة لعددها، فتقريبا ما بين 8 دجاجات أو صيصان إلى 10 صيصان، 9 صيصان فقط. أيضا أنوع لهم الطعام أحيانا، الخضر، النباتات، الشعير، القمح، طبعا الحال الماء، بالإضافة إلى أنه بارد قليلا. يعني هنا لا يمكن أن يصابوا بحالة الافتراس أو يصابوا بالافتراس.
فهذه يا اخوين الكرام انا اؤكد على ان هذه اسباب الافتراس، الكثافه العدديه، ارتفاع درجه الحراره، هذه اسباب كبيره جدا يمكن ان تؤثر على الدجاج ويصاب بالافتراس. فيا اخوي الكرام يعني حتى لا اطيل عليكم ساذكر لكم بعض الحلول التي يمكن ان تتفادى بها يعني الافتراس عند الدجاج. اولا يجب تنويع الطعام وتقديم اي شيء ياكله الدجاج، سواء كان علف مركب، سواء ما يسمى بالحبوب، ايضا ياكل النباتات حتى قشور او البقايا او الاسماك ياكلها الدجاج، فهذه كلها تساهم على تنويع الطعام وتزويده بكل المكونات الغذائيه المهمه الضروريه التي يستفاد منها بطبيعه الحال. ايضا يا اخواني الكرام يجب ان لا يكون المكان ضيق ويكون بارد، خصوصا في عند ارتفاع درجه الحراره، وهذه من الاسباب التي تساهم في انتشار هذه الحالة. هذا أخوي الكرام يجب المراقبة، أن تكون المراقبة المستمرة للدجاج طبعا الحال. فمن أهم يا أخوي الكرام التي أقدم الأمور التي أقدمها للدجاج وهي النباتات، ومنها نبات الحريقة أو نبات القراص الحريقة، هذه النبتة عجيبة جدا تساهم أيضا في تخفيف هذه الأمور. أيضا أخوي الكرام تقديم، إذا رأيت هذه الحالة فلا بد من تقديم بعض الملح ووضع بعض الملح في الماء وتقديمه للصيصان، الملح ملح طعام فقط. وأيضا يمكن تقديم الأعشاب، خل الأعشاب، هذه الخل يعني معروف عندنا هنا في المدن الصحراوية، خل الأعشاب هو جيد وممتاز مالح وهو طيب. أيضا أخواني الكرام كما قلت لا بد من تنويع الطعام، وإذا رأيت أي دجاجة أو صوص بهذه الحالة فلا بد من وضع بعض الدواء، إذا كانت الحالة يمكن أن تعالج فلا بد من وضع الطعام أو وضع عفوا بعض الأدوية التي تصلح لتضميد الجراح وإيقاف النزيف طبعا الحال. إذا رأيت أن الحالة يعني ازدادت عن الحد فلا بد من التخلص من الطائر قبل فوات الأوان، فهو ليس بمريض لكن تخلص منه إذا رأيت أن تتعشى به أو تتغذى به فلا بأس. فالمهم أخواني الكرام أني أنا أحببت أن أذكر لكم هذه المعلومة، لأنني لأول مرة صراحة منذ بداية هذا المشروع يعني تقريبا قبل 7 سنوات أو 6 سنوات أو أكثر لم يصب عندي الدجاج بهذه الحالة، لم يصب. يعني هذا أمر يعني القليل عندما يحصل هذا الأمر، يعني لم يصب عندي الدجاج بهذه حالة الافتراس، وهذه لأول مرة في مسيرتي المهنية الحمد لله رب العالمين. فيا إخواني الكرام إن هذه نصائحي لكم إخواني حتى لا يصاب عندكم القطيع بحالة الافتراس. عندي هنا لا زال الصوص الصغير مصاب بالافتراس، لا بد أن أزيله من هذا المكان وأضعه في مكان آخر معزول عن هذه البقية. هناك بعض الإخوة الذين يقصون المنقار وأنا لا أنصح بهذا، فهذا بطبيعة الحال هو التعذيب للطائر ولا يمكن، وأنا ضد هذه الفكرة، فكرة قص المنقار. ولم يكن كرام هذه حلقة من هذا اليوم، أرجو أن تنال إعجابكم، فما كان الله دام واتصل وما كان غيري انقطع وانفصل، ودمتم في رعاية وحفظي وجزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.